وصفتي النهاردة ليكو يا بنات لشد البشرة، تفتيح وتبييض البشرة جدا جدا من اول مرة الوصفة بتبان نتيجتها ومفعولها قوي جدا جدا. لو عايزين تعرفوا ايه هي الوصفة لازم ان انتوا تكملوا الفيديو للاخر، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد وكمان ان انتوا تستفادوا. يلا بينا مع بعض نبدأ الوصفة دي، اقول لكم بالظبط ايه تفاصيلها وايه مكوناتها وكمان هنتفاد مع بعض بكذا معلومة، فيلا كملوا معايا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيباتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما قلت لكم في بداية الوصفة، الوصفة دي كويسة جدا جدا، كل بنت عندها كلف اللي هي النقط البني اللي بتبقى في الوش ساعات بتظهر مع مرور العمر او مع العوامل بتاعة الجو زي الشمس عامل كبير جدا في ظهور الكلف، والنمش لو اي بنت بتنزعج منه بيبقى كويس وبيخففه شوية. وطبعا مش هتكلم على الحبوب لانه بيعالج الحبوب جدا، ودي اول حاجة بيعملها المكون ده ان هو بيخفي الاثار الحبوب تماما، لا هتحتاجي اي كريمات مقشرة ولا اي روتين. ما كل اللي عليك ان انتي تعمليه هو انك انتي هتجيبي بطاطساية واحدة متوسطة الحجم وتقشريها وتغسليها كويس. احنا عندنا هنا في مصر بنقول عليها بطاطس، انا مش عارفة انتوا عندكم في البلدان العربية الاخرى بتقولوا عليها ايه، فكل بنوتة تحت تكتبلي البطاطس عندك بتسميها ايه، لان في ناس بتقول عليها بطاطا وفي ناس بتقول عليها حاجات تانية برضو غير البطاطس، تمام. لكن هي قدامهم بطاطساية جميلة كده متوسطة الحجم، وحاولت على قد ما اقدر ان انا اختار واحدة لا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، وده مهم جدا جدا في الوصفة بتاعتنا. لكن لو انتي عايزة تعملي كمية كبيرة من الوصفة دي فاستخدمي بطاطساية كبيرة، تمام. ده بالنسبة لأول مكون عندنا، تمام. انا ليه هستخدم اصلا البطاطس في الوصفة دي؟ البطاطس يا بنات فيها نسبة نشا اللي هي بيطلع من مية البطاطس، نشا البطاطس، والنشا ده هو اللي هيعالج كل المشاكل دي، هو اللي هيغذي بشرتي، بيفتح البطاطس بتفتح جدا جدا الاماكن الغامقه في الجسم، فهيشيل التصبغات اللي حوالين الفم لو عندك هالات سودة. بصراحه الوصفه دي رائعه جدا، انا عن نفسي بستخدمها كل اسبوع او مرتين في الاسبوع لو عندي وقت فراغ، وبصراحه مفيش مره مفيش مرة كسفتني، بل بالعكس على طول بيجيب معايا نتيجة فوق الخيالية. زي ما انتوا شايفين انا بشرتها قدامكم، يعني انا بتكلم وانا شغالة معاكم بشرتها، لو اخدين بالكم في قعر الطبق، في قعرية الطبق في مية النشا. طبعا دلوقتي انا هصفيها، لسه هصفي مية يعني هصفي البطاطس نفسه من مية النشا، لان انا مش محتاجة الكمية دي من البطاطس، لا انا عايزة المية بتاعة البطاطس. تقدروا تستخدموا البطاطس دي نفسها، العجينة نفسها في حاجات ليها علاقة بالاكل وكده طبعا، لان البطاطس زي ما هو ما فيش حاجة باظت فيه، واحنا بنستخدمه كأنك بتطبخي، فمش لازم ان انتي ترميه خسارة، بلاش يعني نهدر الاكل والحاجات دي كلها. طبعا زي ما انتوا شايفين اهي مية البطاطس اللي طلعت من البطاطس بتاعتي، لو اخدين بالكم في حاجة لونها ابيض ويعني مترسبة في الطبق من تحت كده، لو لمستها هتحسوا ان هي عاملة زي الدقيق، هي دي بقى الدقيق البطاطس، هو ده اللي بيفتح بشرتنا جدا، هو ده اللي بيديلها نضارة، وهو ده اصلا سر الوصفة بتاعتنا النهاردة، تمام. زي ما انتوا شايفين، هل انا هحط المية بتاعت البطاطس دي على بشرتي دايركت كده؟ انا بصراحة مش بفضل الموضوع ده، لان انا بضيف معاها حاجة. بصوا يا بنات الحاجة دي رائعة، ايه هي؟ بياض البيض. في بنات هتطلع تقولي احنا وشنا بيتحسس من البيض، انا مفيش بشرة اسوأ من بشرتي في موضوع التحسس يا بنات، بياض البيض مش بيعملي اي مشكلة خالص. ليه بقى؟ لان في بنات بتستعمل بياض البيض دايركت على طول على بشرتها، عشان كده بيسبب لك التحسس. اما احنا حاطين مكون البطاطس وكمان هنحط مكون اخير بسيط جدا هو اللي هيخفف من حدة بياض البيض.
بياض البيض يا بنات بيشيل الرؤوس السوداء، بيفتح منطقة تحت العين اللي هي منطقة الهالات، بيشيل التصبغات اللي حوالين الفم، حرفيا رائع جدا. وكمان البنات اللي هي الكوريين بيستخدموها في الوصفات بتاعتهم حتى الطبيعية والوصفات اللي هي فيها كيميكال. تمام، المكون الأخير اللي عندنا بقى وهو غني عن التعريف، واللي هو نشا الذرة أو الكورن فلاور. تمام، أنا أحط معلقة من الكورن فلاور الغني طبعا عن التعريف في التفتيح، في إزالة الهالات، في تفتيح البشرة بشكل كبير جدا. مفيش بنت بصراحة ما بتستخدمش نشا الذرة من طبعا حلاوته ومن نتيجته السريعة في التبييض وتنعيم البشرة. لو انتي اصلا يعني فضلتي على الوصفة دي مدة طويلة صدقيني هيفرق معاكي جدا جدا. بصي الوصفة بتاعتي اهو بدأت تبقى متماسكة، يعني خلاص بقت متماسكة. هتفرديها طبعا على بشرتك لمدة 15 دقيقة، وبعدين تغسلي بشرتك، وهتكرري الوصفة دي مرتين في الأسبوع أو ممكن 3 مرات على حسب لو انت عندك وقت فراغ. انت ممكن تفضلي تحطيها وانت بتشتغلي أو بتعملي حاجة معينة طبعا في البيت مش برا. فبس دي كانت وصفتي النهاردة، وصفة مضمونة جدا. يمكن رغيت معاكم شوية كتير النهاردة، بس يا بنات انا بحب اتكلم معاكم. تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك لقناتي وتفعيل زر الجرس. بنات انا هسيب لكم تحت في اول كومنت اللينك بتاع قناتي التانية اللي هي يوميات صوفي، عايزاكم تخشوا وتدعموني لان انا بحاول اكبر القناة بتاعتي يعني الفترة دي. فطبعا انتوا حبايبي وعارفة ان انتوا بتحبوني زي ما انا بحبكم جدا ومعتبرك وعيلتي. فياريت يا بنات ما تنسوش تعملولي اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وياريت اشتراكات وتبعتوا مشاركة كده من الفيديوهات بتاعتي اللي هناك لأصدقائكم عشان يستفادوا برضو، لان انا وصفاتي مفيدة جدا يا بنات فعلا وبتجيب نتيجة، ومش مجرد حاجة بنزلها كترند او اي حاجة من دي، لأ بكون مستخدماها على نفسي قبل ما انزلها لكم. بس كده دي نهاية الوصفة بتاعتنا، رغيت وعمالة ارغي فلازم بقى في الفيديو. بحبكم جدا ومع السلامة.